بين لوحات رسمت ملامح محافظة سويداء بتراثها وتقاليدها، أرخي الستار على فعاليات ملتقى النحت الثاني الذي استمر لمدة شهر برعاية من وزارة التربية. ختام الملتقى شهد تكريم عدد من الأيادي الإبداعية التي نحتت الجمال والإنسانية على حجارة البازلت. هذا الملتقى المميز والذي شاهدنا فيه اليوم إبداعات المبدعين في سوريا، أقول المبدعين لأن أبناء سوريا هكذا فطروا، وفي سوريا رغم الجرح كما تكلمت لكن سوريا تسير باتجاه الأمام دوما، لأنها جذور راسخة وسنديانها عميق ولا يمكن اقتلاعه. من عمل عليه في وزارة التربية هو بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة لأبنائنا. فما يتعلق مادة التربية الفنية نحن ننظر إليها في المناهج المطورة الآن هي ليست أقل من أي مادة، اللغة العربية أو الرياضيات. لذا هذا الاهتمام يعني وأيضا أعمال فنانينا ستكون إن شاء الله ضمن بصيرة كل أبنائنا، خاصة أبنائنا، وسيكون هناك توثيق لهذه الأعمال من خلال كراس، ويعتبر هذا الكراس هو أحد مصادر التعلم سيوزع على جميع مدارسنا. النحاتين الفنانين هم إلى جانب جيشنا البطل يعملون ويؤكدون على ثقافة الحياة وثقافة الانتصار، كما يحقق جيشنا الأمل والانتصار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. نحن لازم نعرف الطفل على حركة الفن التشكيلي منذ الطفولة وحتى نهاية المدارس الثانوية. هذا الجهل اللي كان نحن موجود لدى طفلنا عن موضوع الفن التشكيلي، أنا متابع تماما مع سيد وزير التربية على أنه مثل ما شفنا أغلفة الكتب صار فيها أسماء فنانين تشكيليين، متابعة لحركة الفن التشكيلي وآخرة هو هذا الملتقى. نحن أعمال مميزة، كانت أعمال أساليب مختلفة، استفدنا من تجارب بعضنا، فاشتغلت أنا هذا العمل اللي هو امرأة محلية طبعا، عرفتي أنا دائما يعني بعتز بهذا التسمية، امرأة اسم العمل ألق، سميت العمل ألق، ارتفاع العمل مترين من خامة البازلت. الملتقى النحتي تخطى بوابة تبادل الخبرات نحو خطوة هامة تقوم على إدخال فن النحت ضمن المناهج الدراسية ليصبح ثقافة ينتهجها الطلاب خلال مراحل تحصيلهم العلمي.